خير عليكم الاحباب الزينين كي دايرين ان شاء الله كامل تكونوا بخير الفيديو جا شويه متاخر ولكن معليش خبيوا الوصفه اللي عندهم اللهم بارك ولا للسنه المقبله ولا اللي ياكلوا اللحم بزاف ولا كل واحد وكيفاش وربي ان شاء الله يرزقنا اجمعين وصفه اليوم المحمر على طريقه معسكر شوفوا يجي هبال يجي طايب زبده نبازيكم على الذوق ذوق خرافي آه، تاع معسكر الاصلي نديروه في العرس بزاف ونديروه يعني في العرضات وفي المناسبات في النفاسات الزواجات كاع كامل يعني في الاعراس المهم في كل الافراح ونعملوه تاني آه، كما يقول لك ليام السايره ونعملوه في رمضان آه، في الاعياد <applause> هذه هي شوفوا يجي طيب زي. والذوق نبازيكم على الذوق خرافي برك تبعوا لي طب باش يجيكم يعني بنين وكلش نبدأ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اذا كيما راكم تشوفوا عندنا طنجره الضغط كوكوت نديروا فيها ملعقه زيت نصف ملعقه سمن ملعقه زيت نصف ملعقه سمن اللي ما عندهاش السمن دير ملعقه زيت نصف ملعقه مارغرين ولا زبده نغسلوا اللحم تاعنا مليح نقطروه نوضعوه نروحوا للتوابل عندنا ملعقه صغيره زنجبيل بودره نصف ملعقه تابل اللحم اللي هو الكوري آه، فلفل اسود حسب الذوق عود قرفة نصف ملعقه كركم ماشي معمره نصف ملعقه ماشي معمره صغيره عندنا نجمه الارض حبه وحبات من الكبابه الكبابه معروفه آه، هنا اللي ما بغاتش يعني الكبابه وال... يعني باش ما كيما تروح لك في اللحم كاع منه من ديريها في شاش هي ونجمه الارض ولا خليها كيما انا عادي تتصفى بكل سهوله الحبات راهم باينين نحمروا اللحم تاعنا مليح في السمن والزيت ولا الزبده والزيت من الاحسن السمن ما عندكش تاني زبده يجي روعه عن تجربه نخلطوا مليح غير تشوفوا اللحم تاعكم شويه ولا صفر يعني شويه نضيفوا البصل البصل ما ديروش بزاف ربع حبه شوفوا احنا في معسكر كاين دي يدير بصل وكاين ما يديرش البصل بصح انا نفضل ندير البصل كيما يقول لك المثل القدره بلا بصل كي المره بلا عقل <applause> الناس بكري دونك درت غير طرف تاع بصله كيما نقولوا ربع حبه بصل صغيرة ربع حبة بصل من بعد ما قلينا شوية اللحم والتوابل نضيفو البصل اللحم دوك يطلق اللي يزيد يطلق الزيوت تاعه والما ما تخافوش من التوابل ما تتحرقش لان اللحم تاعنا يطلق توابل اللي حبت دير قطيره ما مع اللحم على جال التوابل هذه هي ونعود نضيفو البصله تاعنا قلت لكم ورانا نقليو واحد شوفوا كليا نقليو عشر دقائق كليا اللحم في الاول خمس دقائق مع التوابل وقطره ما حبيتو أو ومن بعد نضيفوا البصله كيما تبغوا هذيك شويه تاع البصل ونقليو ثاني قلت لكم التقليه كليا عشرة دقائق صح النار ناقصه باش ما يتحرقناش اللحم والبصل او من بعد نضيفوا الماء الماء ما, ما نضيفوش بزاف الماء مغلي واحد الكاسين لا اكثر زوج كؤوس علاش لان اللحم يطيب على البخار مع هذه شويه تاع الماء الماء كيكون يطبخ البخار يرجع للحم تاعنا راه يطيبه زبده ما تنساوش الملح فوالا كيما راكم تشوفوا ونقصوا عليه النار النار ما تكونش قويه نقصوا النار باش يطيب في الهواء ماشي كاع ناقصه ناقصه شويه يعني تكون ناقصه آه كيما نقولوا آه فوق الهاديه بزاف ناقصه المهم ناقصه وتخلوه يطيب على حاله ما يديش معكم بزاف واحد 20 مينوت وراه جاهز ومن بعد اخواتاتي نشدو كميه من اللوز مملوط يعني مقشر نديرو مقلات ولا كسرونه نوضعو فيها ملعقه زيت لا اكثر ملعقه كبيره زيت نحطو فيها اللوز تاعنا من بعد ما سخنت ورانا نعسو فيه نقلبو فيه ملح لي اخر بالك يتحرق ومن بعد نصفوه ونحطوه فوق المحمر تاعنا بعد ما درسيناه في الصحن تاعنا درو غير هكا من الفوق وشوفوا كيفاش يجي انا كنت حضرته مع هذا البوراك إذا راكم حابين الوصفه قولوا لي نحطها لكم في صندوق الوصف بوراك اقتصادي بدون لحوم يجي طوب يجي كراف بنين والمحمر تاعنا شوفوا كيفاش راه يبرق شوفوا لابغيونس ما تنساوناش باللايك وبارطاج نموت عليكم في امان الله